تاكل بخير وعلى خير. اليوم غنصايب معاكم الروز بخير كبينه وسهله بطريقه كطيب و نتحيروش فيها ان شاء الله. غنبداو اول حاجه نكسر شويه ديال الماء. عندنا هذا نص الطيبه تجي هذا حشو الاصخاص اللي كاين. نديرو فيه زيت البلدية ونخليوها تشحر و تنبداو نديرو في ليزيبيس ديالنا. نخليوها تشحر شوية عاد نديرو ليزيبيس باش المعطريها ما تحرقش لنا.